اختبرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مظلة ستستخدم للهبوط على سطح الكوكب الأحمر، وأعلنت ناسا عن نجاح الاختبار الذي أجرته، وهو الأول من نوعه على نظام المظلة الفضائية أسبر التي ستنطلق أثناء السير بسرعة تفوق سرعة الصوت، والتي من المفترض أن تستخدم في إنزال المركبة الفضائية على سطح المريخ في عام 2020.